أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المتواصلين في الأسبوع السابع من وحدة حدود الشمس فن المقال، حيث سأقوم اليوم بالتعريف عن أبرز ما سيتم شرحه خلال الأسبوع السابع. إذن هدفنا اليوم هو التعريف بمحتويات الأسبوع السابع وأبرز الخطوط العريضة التي سنركز عليها خلال هذا الأسبوع. لابد أن أؤكد بداية على المفاهيم التي نركز عليها خلال هذه الوحدة. المفهوم الرئيس هو الروابط، المفهوم ذو الصلة وجهة النظر الغرض، السياق العالمي الهويات والعلاقات بين قوسين السعادة ورغد العيش. أما عبارة البحث يرتبط البشر بعلاقات تحقق أغراضهم في تحقيق السعادة ورغد العيش باحترام وجهات النظر المختلفة. أؤكد أننا قمنا بتناول مفاهيم الروابط أي العلاقات، تجمعنا الكثير من العلاقات المختلفة. هذه العلاقات سنوظفها للتعبير عن وجهة نظرنا في القضايا المطروحة داخل الغرفة الصفية. فعبرنا عن وجهة نظرنا في ظاهرة التدخين، وقمنا بعمل لوحات حائط ترفض هذه الظاهرة لأننا نحافظ على صحتنا ونصبو إلى حياة صحية سعيدة. كما أيضا قمنا بتصميم مطوية تعبر أيضا عن مضار التدخين، وقمنا بكتابة مقالات تعبر عن وجهة نظرنا أيضا في هذه الظاهرة. إذن الموضوع الأول الذي سننتقل له بعد أن انتهينا من المقالات الموجودة في الكتيب هي قصيدة أرخت عمان جدائلها. لابد أن أذكر أن هذا الموضوع مأخوذ من الكتاب الوزاري، وهي قصيدة مغناة، تستطيع الرجوع إلى المصادر الموضوعة في صفحة المنصة التعليمية والاستماع لها من خلال المقاطع المرئية، ثم سنقوم بتفسيرها من خلال بيان المفردات الجديدة فيها وتوظيفها في جمل، من خلال بيان الصور الفنية والفكرة العامة والأفكار الفرعية أيضا فيها. كما أؤكد أننا سنقيم أنفسنا من خلال الإجابة عن الأسئلة الخاصة بها في الكتاب الوزاري، أسئلة المعجم وأسئلة الفهم والتحليل. ولا بد أيضا أن نعرف بالشاعر ونذكر أبرز المعلومات الهامة عنه. لا بد أننا سننتقل أيضا إلى موضوع الأفعال الخمسة، حيث سنقوم بشرح أقسام الفعل والتذكير بالفعل المضارع، ثم بيان مفهوم الأفعال الخمسة، كيف تصبح الأفعال الخمسة كذلك. أذكر أنها هي كل فعل مضارع يتصل به ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة للغائب والمخاطب. فمثلا لو قلت يكتب نقول يكتبان تكتبان، يكتبون تكتبون، وتكتبين. ما الفرق بين يكتبان وتكتبان؟ قد تقول عزيزي الطالب أنها للمذكر والمؤنث، هي ليست كذلك، هي للغائب أنت والمخاطب، أنت تكتب للمخاطب وهو يكتب للغائب. لاحظ أن علامة الرفع تتغير، فلا يوجد هناك ضمة، وإنما ما يجمع بين هذه الأفعال جميعها هو النون، فنقول مرفوعة بثبوت النون، أما إذا سبقت بنصب أو جزم فإنها تنصب أو تجزم بحذف النون من آخرها. ننتقل بعد ذلك إلى التذكير بحصة المكتبة وحصة التربية الوطنية. كما تعلمون نقوم بشرح مادة من التربية الوطنية كل أسبوعين، وحصة مكتبة أيضا، وستكون هذا الأسبوع حصتنا في المكتبة إن شاء الله، حيث ستقوم بقراءة قصة قصيرة وتستخرج منها الأفعال الخمسة وتكتبها في دفترك.
وستقوم أيضا باستخراج الأفعال المضارعة وتحويلها إلى أفعال خمسة. هكذا أكون قد انتهيت من شرح أبرز الخطوط العريضة التي سنركز عليها خلال الأسبوع السابع. أشكر استماعكم، أراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وحب.